مرحبا غادة. تعالي بمدري طلع فيني. نزلي ايديكي، نزلي ايديكي. عم تحكي على التلفون مع امك ما هيك؟ عم تحكي على التلفون مع امك من فيي؟ لك ما عندك اب انت، ما عندك حدا يسأل عني. غياث شو هاد يا غياث؟ ولك شو عم تساوي؟ تعالي هون، والله راسك لقصه مرة تانية. إذا بتحكي على التلفونات بديني عيادتك، فهمتي؟ فهمتي؟ لك ليش عم تضربها هيك للبنت؟ ليش؟ تعال هون. لك امي هاي البنت بدها تكسير راس، لك هاي شافه من امها. اطلع وروح على غرفتك. امي؟ عم اقول لك اطلع وروح على غرفتك ولا تخليني احكي كلمه ما لا لزومها. امي سكت على زيارتي انا. عم تحكي على تليفونات من افي ومع امها. عم اقول لك اطلع. انا برجيكم. لا بحكي معه ما عاد خليه يمد ايده عليكي مره ثانيه. بس قولي لي لك امتى حكيتي مع امك؟ امتى؟ دادا والله العظيم مو انا اللي حكيت معها، هي اللي دقت لي. تستاهلي مشان تعرفي تردي عليه وتزوريها. لك اسكتي، لك شو بكون؟ لك شو صار لكم كمان انتم بدكم تتخانقوا ولعب على هالبيت؟ لك شو صاير؟ جاي اطمن عليك. جاي اطمن علي؟ خلص غياث خليها تقعد هلا. تعالي نشوف. تعالي خلينا نشوف. وليه؟ عيني عينك بشوف. قبل ما تجي لهون وين كنتي؟ بالمدرسة. كذابة. والله العظيم كنت بالمدرسة. كذابة. غياث مو هيك؟ طلعي منها انت غدا. طلعي فيني. هالطلعات والهودات هن امتى؟ ولامتى؟ بابا الله يخليك، انا جاي اطمن عليك. اطمن علي؟ وما بدك تطمني على امك كمان؟ لا امي ما بدي اطمن عليها. غياث خليها تقعد هلا، مو شايفه كيف خايفه عليك؟ شوفي معك 10 دقائق لحطك على البيت، بدي تكوني بالبيت، اذا بلاقيكي بدي اجيب عيادتك، فهمتي؟ 10 دقائق معك. طلعي الدم. يلا شوف. يلا. يلا.
حرام عليك كسرت بخاطرها. لا مو حرام، عينا جئنا من ترك امها. شو قصدك يعني؟ شو قصدي؟ وين سجاد صلاة؟ الو ايه منير، وينك انت؟ ويني يعني بالقصر؟ هذا غياس. شو؟ وين راح؟ اجا تليفون لبس ثيابه وطلع مثل الطياره وما قال لي لوين راح. لك هذا اخوكي واحد. طيب طيب ماشي، يلا انا جاي على البيت، مالي مطول. اسف طولت عليك. ما في مشكله. ما قلتي لي شو صار مع هي اللي انحكمت اعدام؟ قصدك فتون؟ ايه الجد قبل انه يعطي نسبه للابن؟ لا لا والله، بس لسه احنا ما فقدنا الامل، لساتني عم حاول. ياس يلا يعطيك العافيه. يعافيك يا رب. اهلين استاذ غياس، تفضل. لا معلش شكرا، انا مستعجل كثير بس جاي مشان الامانه اللي طلبتيها. تفضلي. يسلم ايديك. ايديك العفو. ما بدك تعرف ليش محتاجه هالمبلغ؟ لا 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 بدي اعرف ولا دخلني اصلا، ما بحب اعرف يعني. يعني المهم انك وعدت ترجعيهم. خلص وحيات، المشكله انه ما عندي شيء غالي احلف لك فيه. خلص انا مصدقك يا مدام، ما في داعي تحلفي. الله يخليكي. ومع هيك من حقك تعرف وين عم تحط مصاريك وليش. تفضلي.